شنو الرساله اللي تحب توجهها الاعلى هرم في دوله تونسيه الاستاذ قيس سعيد؟ قول ربي يعينك وللامام والشعب راهو معاك ورحنا معاك وديما وراك. والله لو كان شوف لو كلوش الخبز والماء رانا معاك الى الامام، قاعد تخدم نظيف، الشعب معاك، معنا معاك، حل اشكاليه. السكر يجي والطماطم تجي والفلفل يجي وكل شيء يجي باش يجي بالخدمه والشعب يزم يعاونوا. ماهوش قيس سعيد عصا سحريه باش يعمل لك الطماطم ويعمل لك السكر ويعمل لك الفلفل ويتفقد ايش باش يعمل لك، باش يزيدك. هو انسان لقى البلاد بكلها باركه باركه، اختي باركه، انت انسان حتى في العائله يلقى كلها باركه قد ايش يهز، مو بشوي بشوي، ما عمرك ما تقضى في عام واحد ولا في عامين ولا في ثلاثه. نعرفوا راي فرنسا قعدت 20 سنه، 20 سنه فرنسا قعدت، فرنسا وقوتها. انت تجي في نهارين تحكي على الطماطم على الفلفل، الشعب التونسي كلها بكرهبها، ياخذ يكرهبها ب 100 مليون ويحكي على الفلفل بدينار، يحكي على كيلو السكر بدينار، هاي يحكي عليه. شنو السر؟ شنو سامحني، شنو السر الثقه هذه في رئيس الجمهوريه؟ شنو سرها الثقه هذه؟ علاش ما عندك ثقه كبيره هذه؟ شنو الثقه؟ كيفاش تحكي؟ الثقه هذه نشوف فيها عندك الثقه في رئيس الجمهوريه، شنو سرها؟ انا نعرف السياسه ونفهمها السياسه ونخدم السياسه، العالم نتفرج فيه، العالم تولى في حكه تتفرج في العالم، مش يحكي لك واش ثم واش ما ثماش. تتصور انت تونس معناها تحت الصفر مش تطلع تو اليوم في نهارين؟ حسب رايك الانتخابات الرئاسيه على الابواب، حسب رايك تشوفهم منافس شرس رئيس الجمهوريه على الرئاسه ولا لا يوجد حتى منافس؟ حتى واحد يعجبنا منافس كدورينا ذاك يقولوا برا. انا عندي ثقه كبيره فيه، انسان نظيف ديما بروبر، لا سارق لا، معناتها جاي يخدم لمصلحته، إذا يخدم الشعب يرضي في ربي سبحانه في الأول ويرضي في شعبه في الثاني. دونك احنا رانا حاضرين باش نضحيو معاه سي قيس سعيد، الله يخليه والله ينصره، ما نستنوا منه في حد شيء، كان باش يقد لنا البلاد ويصلح اللي ما تصلحش. فهمت كيفاش؟ سيادتك رئيس الجمهورية، وشنو سر الثقة والحب هذا نشوف فيه؟ إنسان نظيف ديما بروبر، إنسان يخدم باش يرضي ربي ويرضي الشعب، هذا ما عنده حتى شيء. الإنسان اللي ياخذ شطر الشهرية وشطر يحطها لخزينة الدولة، شكون يعملها؟ ناهي من الرؤساء. قيس سعيد هكا، فهمت؟ وإحنا معاه كي ناكلوا الخبز والماء حتى ينظف البلاد هذيا، وبالنسبة للآخرين كلهم بروا، ما نقبلوش، نحبوا الناس، إنسان نظيف كيف هو، الله يخليه والله ينصروا ربي معاه. وان ينصركم الله فلا غالب لكم، واحنا معاه. بالنسبه للرئيس الجمهوريه انسان نظيف وانسان يحب يخدم حقيقه، لكن ثم عصابات في البلاد هي اللي قاعده فهمتي مسكره علينا في كل شيء، تحتكر في الدخان، في المواد الاساسيه، تمشي باش تشري الطماطم يقول لك هذه تشريها بسوم وهذه بسوم وقت اللي هي مسعره، تمشي تشري الخبز، واحد يبيع ب 250، واحد يبيع ب 300، ولاو يبيعوا في حاجات مشروطه، الحليب بالياغورت، سكروا علينا، سكروا علينا النفس، الزوالي مسكين، تمشي للماء تلقاه مقصوص هاو من التسعه هاو من العشره، تقصوه ولا خلي العباد تحلوا لها الماء، واحد يروح مش يدوش ما يلقاش ماء، يجي يمشي مانيش عارف انا شنو، كيما اليوم من الصباح طف الضوء قص، علاش قص؟ يضرب بالساعتين وبالثلاثه، معناتها الاشياء هذه قاعدين يعملوا فيها بالعاني في الصيف باش يضيقوها على المواطن، باش فماش المواطن هكا هاو الرئيس ما خدمش، هاو فلان ما خدمش. هذا احنا ماذا بينا رساله للرئيس الجمهوريه يشوف العصابات هذه اللي لاهيه بالبلاد اللي قاعده تحتكر في كل شيء وتحكم، هذه ماذا بينا نحن يقصوا لهم رؤوسهم، ما عادش حاجتنا به. احنا عندنا هذا عندنا في ثقه، كل شيء بيبان بالمكشوف، كان شيء مخزن ما كناش نعرفوا الشيء هذا. اي والله ياسر صحيح، والبلاد ما يغيب عليه شيء، شنو؟ رئيس الجمهوريه صحيح مش يفدك، انا نجم، انا نجم جمهوريا ولا نعرف البلاد الازرق، شنو نمشي نحط على في البلايص وحومت ونعرف يعرف تونسي شي يحب، ونزل لهم على الفلس، احنا عطينا شنو؟ نزل لنا على الفلس، في ماء، في ضوء، وهاو كي هاو كيران، هاو ترينويت، ليه سامحني يعطيه صحة، شنو هو رئيس باش يجينا احنا تو؟ تو انت عملت يا قيس سعيد برافو، هو ينو باش يجينا واحد، يا كل مرة نسمع حكاية صحيح. شناش الدنيا واحد هنا صحيح باش بيك صح؟ الناس عنده وهرة رئيس قيس سعيد. هذا كنايم ثم قيس سعيد يلبس كل يوم كسوة ولا شنو فما محترم كنايم هذا. أنا هاني محترم قدام قيس سعيد، يعني خلي رئيس الجمهورية شو جايب لي واحد بيك صح؟ شو الرسالة اللي تحب توجهها رئيس الجمهورية من المنبر هذا؟ رسالة تحب تقولها للأستاذ قيس سعيد؟ خويا برجعوا لي السكر. أعطيني السكر، أعطيني الروز. أعطيني السكر، وأعطيني الروز. والماء ما يتقصش، والضوء.
وجونا به شويه هكا فلوس دعم. الرساله اللي نوجهها هو انه انجازات رقم واحد اللي نحبوا نشوفوها نحن كشعب تونسي هو تشغيل البطاله، البطاله والشباب اللي قاعد يحرق ويموت كل يوم في البحر. وقت اللي تقل نسبه الموتى اللي في البحر وشبابنا في البحر هذا يتسمى في حد ذاته انجاز. وقت اللي نشوفوا التونسيين اللي يعيشوا في تونس عندهم ابسط حقوقهم وابسط ما يحتاجون من اكل وشرب وماء موجود، وقتها نقولوا هذه انجازات. ونتمنى تونس ترجع احسن مما كنا قبل الثوره. علاش كلمه نتمنى تقول فيها بحسره في موجعه؟ على خاطر بلادي، هي تونس هي الام. صحيح انا نعيشوا لبرا ونعيشوا ونسافرنا وكذا، لكن نرجعوا لتونس هي امنا. احنا ديما نتمناو امنا هي الافضل، هي افضل مخلوق، فالوطن هو افضل شيء. مهما نتغربوا وطننا يفضل الام. ونتمنى الخير لتونس، وان شاء الله يا ربي ترجع تونس ما قبل العشر سنوات السود يا ربي حني. يرحم والدي. يا باهي تعرف انا عندي في دارنا كان زبله وخروبه 978 مشيت قداش نلقاه؟ 153. اخسر قد ايه؟ رجب ما نقول له ثبت عايش ولدي ثبت، يقول لي كهو. يرحم والدي. لا قلت البارح ما عادش وين مشى؟ اي مشى نتاع السونات، الماء نتاع السبيل حاجاك ما انت. انا ما نقدرش على الدبوزه، احنا ثلاثه في العائله والدنيا سخونه، ليش كمان بيد؟ اي قال لي شبيه هكا؟ انا عندي بنت اختي طبيبه، قال لي تشرب فيها مناول، قالت لي باهي، بعد تبدل، ياخذوا دبوزه غاليه والدنيا سخونه. ما نكذبش عليك ناخذ في مين تاع لبيدنا. اليوم كتشوف زيارات الفجاه قنبله رئيس الجمهوريه ويدور ويتفقد، رايك في الزياره؟ باهيه نحبه، ان شاء الله يرجع هو، ان شاء الله ما يجيش حتى واحد. لا بصراحه باهي برشا، نظيف برشا، برشا حاجات باهيه، ان شاء الله ترخص الدنيا شوي، ما نكذبش عليك، اما يرحم والدي. معناتها عندك ثقه في رئيس الجمهوريه حسب ما كنت. شو الرساله اللي تحب توجهها لرئيس الجمهوريه؟ شنو تحب تقول؟ والله شو نقول لك انا؟ يرخص لنا في الدنيا شوي هكا هو، اما هو نظيف ماذا بينا يرجع لنا، ماذا بينا يقعد طول عمره. بصراحه باهي برشا برشا، خذ اكازيات فرشقيه ذيك وبرشا ناس خايبين حطهم في الحبس، معناتها يعني في حاجات باهيه باهيه بالكدا نظيف نظيف نظيف. والله بالنسبه لي انا فهمتي، انا عندي ثقه، فهمتي عندي ثقه عمياء في في في, في الاستاذ الرئيس قيس سعيد، بانه فهمتي رئيس الاستاذ الرئيس قيس سعيد هو فهمتي هو خرج من رحم الشعب وهو ولد الشعب، وكان قبل يعني قبل ما يولي رئيس كان يدور وسط البلاد ويعرف الشعب ويشوف العباد ويحكي مع العباد. وانا برشا مرات استوقفت وحكيت معاه انه فهمتي رجل نظيف وهذاك رجل مرحله، لكن تو مرانا تو نشوفه في 99 فهمتي مترشح مقدمين نورمالمون هنا فهمتي هنا يخرج مرسوم خويا فهمتي على الموشمين وعاملين تطواج واللي فيهم يعني الناس متشبهين بالنساء مقدمين وكذا وبرشا حكايات يعني شيء عنده لون جميل فهمتي على رسم وين فهمتي دخل قوه فهمتي هبط مراسيم خويا وشوف وشوف الوضعيه كيفاش. صراحه رسالتي قيس سعيد هو رساله فهمتي الرئيس، يا سيد الرئيس المبالغين على الفساد، فما ناس راهم ظلموا من الاداره وناس يعني خرجوا من خدمهم، شوف لهم يعني سرع لنا في ملفات فقر بوقت رجع من خدمهم. والسلام عليكم، واحنا رانا معك. كما نعرف انتخابات رئاسيه على الابواب، حسب رايك اليوم فما منافس شرس رئيس الجمهوريه ولا؟ والله في المرحله الحاليه ما ثم حتى منافس الاستاذ الرئيس قيس سعيد، لانه الرئيس حط يده على الداء ودخل عشر دبابير واحنا معاه مكملين معاه المرحله الجايه فهمتي بحوالي تونس ماشيه بالخير ان شاء الله. اي والله عندي فيه ثقه انا قيس سعيد وماذا بيا معناه ننتخبوه هو. شنو الرساله تحب تقولها له انت كشاب؟ شنو الحاجه تشوفها ناقصه تحب توجهها رئيس الجمهوريه؟ رساله توصلها له؟ يا خويا نقولوا انظر للشباب، معناه انظر للشباب كيفاش بالرسمي مطيش معناه تحت الحيط، ما تحكمش عليا انا. الشباب اليوم تعب، شوف اليوم الشباب بالرسمي تعب، واش لازم يمشي يحرق باش يخلي امه واخواته واصحابه معناه كل شيء، واش لازم باش يحرق؟ علاش؟ ثم فلوس في تونس؟ ما ثمش فلوس، كان جات ثم فلوس باش يمشي يحرق هذاك، باش يمشي هذاك باش تخلي امه تبكي، ما تخليش مستحيل تصاب على راسك. وتمليسك على المر؟ كان لا مر منه. هذيك هي معناها رسالة يا قيس سعيد، انظر للشباب، انظر للشباب يرحم والديك، راهو بالرسمي الشباب تعب في تونس، راهو تعب تعب تعب. بالرغم هذا كله نشوف فيك معناتها متفائل، برغم هذا كله قلت لي من أي عندي ثقة في الرئيس الجمهورية ونعاود ننتخبوا مرة أخرى ونتخبوا ألف مرة، ما شنو صار هالثقة هذه؟ خاطر حسن في البلاد، حسن في البلاد، كانت في مستوى طلعت بالمستوى، بدا بالدرجة بالدرجة، نعاودوا ننتخبوا نعاود يوصل لدرجة أقوى منها.
صحيح ولا مو صحيح؟